بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم اموال مصريه. والنهارده حلقه يوم الثلاثاء بتاريخ 31 يوليو 2018. في حلقاتنا كالعاده عندنا موضوع مهم هنكلم حضراتكم النهارده في حلقتنا عن مبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين. النهارده بنشوف مبادره رائعه جدا سمنتها الهيئه العامه للرقابه الماليه من الاطراف المشاركه فيها والمعده لهذه المبادره من قطاع التامين المصري وصناعه التامين في مصر. هنتكلم النهاردة فقرتنا الثانية عن هذه المبادرة، أهدافها والرؤية بتاعتها والتوصيات وهيمشوا إزاي ومين المشاركين فيها كمان ومؤسسيها. هيكون ضيفنا النهاردة الأستاذ محمود خضر والأستاذ إيهاب عرابي ممثلي ومؤسسي مبادرة معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين في مصر. ده هيكون فقرتنا الثانية في أموال مصرية والفقرة الحوارية. لكن كالعادة بنبدأ أخبارنا الاقتصادية المهمة مع حضراتكم، وأول خبر معانا من وزارة التموين. النهاردة كان في تصريح مهم جدا للسيد الدكتور علي مصلحي وزير التموين بيتكلم عن إضافة المواليد الجديدة لبطاقة التموين، حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهاتها إلى مديريات التموين لبدء إضافة المواليد الجدد من غدا إن شاء الله بإذن الله يوم 1/8 يبدأ نضيف المواليد الجديدة. بعض المعايير وبعض الشروط خلوني أطلع حضراتكم على هذه التفاصيل البسيطة. المواليد هتكون المواليد التي لم تتم إضافتها من عام 2005، اللي ما تمش إضافته من عام 2005 هيتم إضافة المواليد بحد أقصى 3 مواليد فقط، 3 أولاد فقط. طيب بداية من بكرة إن شاء الله وسيتم إضافتهم 3 مواليد بدءا من 1/1/2006، يعني اللي اتولد من 1/1/2006 إلى 31/12/2015، دي المواليد المصرح بضمها. طيب كمان القرار مش تضمن بس الفئات المواليد فقط لا غير، لا كان بيتكلم على فئات أيضا هي الأولى بالرعاية. الفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا، وكان بيتكلم على الدخل الاسره المستحق والدخل الاقل دخلا او الاسر الاقل دخلا وذوي الدخل المتدني وكمان القصر الذين ليس لهم عائل او دخل ثابت لوفاه الوالدين. ايضا كان القرار بيتكلم عن ضم العماله الموسميه، مش فقط الاولاد او الصغار السن زي ما احنا قلنا في اول الخبر، لا في تفاصيل جواه بتقول ان القرار ده ايضا يشمل العماله الموسميه، العمالة الموسمية المؤقتة والذين يعملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال الترحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، مش بس المواليد زي ما احنا قلنا في أول الخبر. طيب ده كان بيتكلم عن تفاصيل انه يكون هذه الفئات دخل الحد الاقصى ليهم في الشهر حوالي 2000 جنيه ما يزيدش عن كده، وبالتالي هم برضو هيدخلوا في الضافه الجديده ويستخرجوا البطاقه التموينيه الجديده. كمان بيتكلم عن اصحاب المعاشات والعاملين بالحكومه او قطاع الاعمال العام او الخاص بدخل شهري حد اقصى 2000 جنيه ايضا، والمعاشات بحد اقصى 2500 جنيه، وبكره ان شاء الله بدايه تلقي الطلبات زي ما احنا قلنا دي المواصفات والطلبات الخاصه باضافه المواليد، وايضا فئات جديده تدخل على منظومه التموين في جمهوريه مصر العربيه بدءا من الغد باذن الله وحتى 3 أشهر قادمه باذن الله. طيب ده بالنسبه لموضوع وزاره التموين. الخبر السعيد بقى هنا الحقيقه واحنا سعداء بيه جدا كبرنامج اموال مصريه، كل زملائي كمان في القناه وكل العاملين في قطاع الاستثمار في مصر وقطاع سوق المال تحديدا، تعيين محسن عادل حلمي رئيسا للهيئه العامه للاستثمار. النهارده صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعيين السيد الاستاذ الزميل العزيز الاخ الفاضل الدكتور محسن عادل. محسن عادل نائب رئيس البورصه المصريه يتولى رئاسه الهيئه العامه للاستثمار. الحقيقه نحيي الحكومه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي على هذا القرار، دقت قيادات شابه وجديده ودماء جديده لهيئه الاستثمار والدور الكبير بتقوم به الهيئه لتنميه الاقتصاد في مصر وتسهيل اجراءات الاستثمار والمستثمرين في جمهوريه مصر العربيه من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال في كل مناحي الحياه. تهنئه الحقيقه ومكانه يستحقها واكثر من ذلك ايضا الاستاذ محسن عادل اللي الحقيقه ساب بصمه كبيره جدا في سوق المال بشكل عام ايا كان موقعه، وحتى النهارده كان بيشغل منصب نائب رئيس البورصه المصريه ودايما كان بيشرفنا هنا في برنامجنا اموال مصريه وكل وسائل الاعلام ايضا اكيد كان ظهور محسن عادل اضافه ليها، والنهارده هو اضافه للهيئه العامه للاستثمار النهارده التي يشغل منصب رئيس التنفيذي للهيئه العامه للاستثمار مره ثانيه. شكرا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختيار الاستاذ محسن عادل نائبا للبورصه سابقا والنهارده رئيسا للهيئه العامه للاستثمار. ده الحقيقه يسعد كثير جدا من القيادات العامله في سوق المال وبيدينا امل ان احنا عندنا فعلا تغيير حقيقي مش
فقط مسميات ولا هو شعارات، لكن النهارده ده دليل على التغير الحكومي وفكره الاستعانه بالقيادات الشابه المهتمه بالتمويل والمهتمه ايضا بالتطوير. طيب الخبر اللي بعد كده ايضا مستمر يعني شويه كده في قطاع الماليه، ووزاره الماليه النهارده تحدد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه داخل شهر اغسطس. يعني ده بيكون مؤشر، الناس كلها اللي متابعه فكره الدولار الجمركي لما النهارده تشوف الحكومه هل هتعلي السعر، فبالتالي ده يكون مؤشر انخفاض او ارتفاع، ولكن النهارده في تثبيت ل 16 جنيه قيمه سعر الدولار الجمركي لنهايه شهر اغسطس 2018. ونتمنى ان شاء الله في التقييم الجديد الشهر الجديد يكون عندنا رؤيه ان احنا يكون قيمه الجنيه بتاعنا يزيد شويه امام الدولار، وبالتالي سعر الدولار الجمركي ينخفض او على الاقل يفضل زي ما هو، يبقى في حاله استقرار في سوق النقد وسوق الصرف الاجنبي. طيب اخر خبر معانا عشان نستقبل ضيوفنا هو من البورصه المصريه، النهارده تربح حوالي 10.7 من 10 مليار جنيه بنهايه التعاملات مدعومه بالقوى الشرائيه من المستثمرين الاجانب. النهارده مؤشر السوق الرئيسي اجاكس 30 ارتفع بنسبه حوالي 1.9% ليغلق عند مستوى 15580 نقطه بعد ما كان وصل ل 17000 نقطه، لكن النهارده يعاود الارتفاع مره ثانيه. اجاكس 70 ارتفع ايضا بنسبه حوالي 6% يغلق عند مستوى 744 نقطه. الحقيقه ارتفاعات النهارده بتشهدها البورصه المصريه في وداع بس مركز محسن عادل كان نائب رئيس البورصه المصريه النهارده وتوليه منصب رئيس الهيئه العامه للاستثمار. طيب دي كانت فقرتنا الاولى وشفنا فيها اهم الاخبار الاقتصاديه، واتكلمنا في الاول عن اضافه المواليد الجديده وبعض الفئات الجديده للتموين، وهنكمل حوارنا مع حضراتكم عن مبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين في مصر بعد الفاصل مع ضيوف الكرام اصحاب المبادره الاستاذ ايهاب خضر والاستاذ محمود عرابي بعد الفاصل مع حضراتكم في اموال مصريه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وفقرتنا الثانيه في اموال مصريه برحب فيها بحضراتكم وضيفي الكريمين النهارده لاصحاب مبادره ومؤسسي مبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين، الزملاء الاعزاء الاستاذ ايهاب خضر برحب حضرتك معانا في اموال مصريه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمود عرابي. اهلا بحضرتك فرضا، يعني مشرفنا النهارده في اموال مصريه ومبادره رائعه هنتكلم عنها النهارده ونعلن على الناس عن اهميه هذه المبادره لصناعه التامين. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. هبدا من على يميني مع الاستاذ محمود واستاذ ايهاب خضر وهتكلم معاهم النهارده، ومن على اليمين هسال سؤال مهم قوي، ايه المبادره؟ اهدافها بدات امتى؟ من الاطراف المشاركه؟ وده سؤال مركب شويه. تمام. هي المبادره بدات من حوالي اربع سنين خمس سنين، عملنا جروب على السوشيال ميديا عشان يجمع كل قطاع التامين من خبراء معينات ومن رؤساء شركات واداريين ووسطاء، وبدانا بالفكره وبعد كده دخلنا حد السيد نائب رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه يعني المستشار، وبدانا نطرح فكره ان احنا نعمل لقاء علشان نناقش الاوضاع الجديده في القطاع. تمام. لانه معاليك عارف ان كل فتره فيها متغيرات اقتصاديه، الغرض ليس تصحيح وضع خطا، لكن الغرض هو الارتقاء تطوير وتطوير المهنه بما يواكب العصر الحالي. كويس. يعني زي ما حضرتك عارف انه السياسه بتاعت الدوله دلوقتي بتتجه نحو التامين ونحو الارتقاء بالمستوى المجتمعي للناس. فمعالي المستشار او الهيئه عجبها جدا الفكره، فقالت لا احنا هنعمل اللقاء عندنا برعايه الهيئه العامه للرقابه الماليه، وطلبنا من اعضاء الجروب ان احنا نعمل مقترحات. طيب. فوجئنا بكم غير عادي من المقترحات من اداريين وخبراء معينه وتي بي اي واتش ام او واعضاء منتدبين في شركات. كان موضوع بصراحه الموضوع لي انا واستاذ محمود في منتهى السعاده ان احنا نلاقي الكم ده من هذه المقترحات المفيده، وقعدنا مع الهيئه العامه للرقابه الماليه، وكانت وجهه نظرهم سهله وبسيطه جدا. بس احنا كده وصلنا للهيئه وقعدنا وعملنا المبادره في مبنى الهيئه، ده احنا كده وصلنا لخطوه مهمه جدا، لكن ما بين الفتره اللي اقترحنا فيها المبادره او الفكره الى ان اجتمعنا مع الهيئه، هسال الاستاذ محمود عرابي واعرف المقترحات الكبيره في الاول كان في اقبال من السوق بشكل عام، ولا الناس قالت لا اصل دول يعني خاصه بالوسطاء التامين فقط لا غير، الناس ما تعرفش طبعا اهميتها لسه حتى هذه اللحظه، ولا كان في مشاركه من الاساس بتاسيس المبادره مع كافه الجهات والاطراف المعنيه بالصناعه؟ كويس. هو طبعا زي ما قال الاستاذ ايهاب خضر ان احنا عملنا الجروب على احدى مواقع التواصل الاجتماعي، ده ساعدنا ان احنا معانا جميع اطراف الصناعه في التامين. ولما حصل ان احنا طلبنا منهم مقترحات
كل الصناعه قدمت مقترحاتها، ما ليس كل الصناعه دون استثناء. في وسطاء، في شركات وساطه، في شركات تامين، في شركات تامين تجاري، في شركات تامين تكافلي، في استشاريين تامين، في خبراء معينه، كل واحد في الجزء بتاعه ادى المقترح بتاعه، حتى الاداريين. وده اللي ادانا فرصه ان احنا يبقى عندنا مقترحات من اداري في شركه تامين او شركه تامين او تامين تكافلي او معين او خبير، وده كل الاطراف اشتركت، كل الاطراف اشتركت، حتى شركات التي بي اي او شركات الرعايه الصحيه المشتركه مع فيس في الصناعه. وده كان هدفني انا وإيهاب من الاول، ان احنا نجيب جميع اطراف الصناعه التامين، فمن خبير ووسيط وشركات وساطه وشركات تامين، كل الاطراف تقعد وتتحاور وتتكلم. فكلهم بعتوا لنا المقترحات وعرضنا المقترحات زي ما بعتوها بالظبط عشان يبقى في شفافيه بيننا وبين. ودي مقترحات صناعه مش مقترحات افراد ولا اشخاص. لا دي مقترحات صناعه، يعني كل واحد بيبص وجهه نظره للجزء اللي بيشتغل فيه. يعني في عندك واحد بيشتغل خبير معينات قال والله انا في واقع الخبره محتاج عايز كذا وكذا وكذا، بواجه مشاكل في حته فنيه في استشاري طلب كذا وكذا وكذا، فكل واحد بيطلب حاجه بنعرضها عليه ونقول له حضرتك ده مقترحك. المقترح ده مش من فرد واحد، احنا بنجيب مقترحات من وسطاء، بنجيب مقترحات من اكتر من شركه وساطه، اكتر من شركه تامين. ولذلك هو ده يدل ان الصناعه كلها، يعني المبادره دي مبادره شامله لكافه الاطراف الصناعه بالاكد. وده كان بس انا حابب اكد لان ده بيترجمه عدد كبير قوي من المقترحات اللي اتقدمت، لكن برضو على ما نوصل ونجمع المقترحات دي والناس كلها تشترك معانا. ارجع للاستاذ ايهاب، وانا سؤال مهم قوي، الفتره دي كلها كان في بعض المعوقات عشان المبادرة تكتمل وتصل الى انها نكتمل مع هيئة الرقابة المالية، كان في بعض الاعتراضات من السوق ام لا؟ اديني وعيشنا اجواء انشاء وتكوين والمعايشة مع المبادرة. ميرسي على السؤال، انا كنت لسه عايز اعلق على الزميل. حسيت الموضوع سهل قوي كده، انا سمعت منكم الموضوع حسيت انه سهل، لكن اكيد في معوقات وعقبات. خليني اقول لحضرتك حاجة، هو احنا جينا في فترة من الفترات اتكلمنا مع الاستاذ نائب رئيس الهيئة واضفناه على الجروب، والراجل مشكورا معي مستشار رحب جدا بالموضوع. تمام. عايز اقول لك فعلا الموضوع كان بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. انا احب اشكر معي المستشار والسيد رئيس الهيئه، رئيس الرقابه الماليه، احب اشكر معالي جدا، احب اشكر دكتور محمد عمر رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه. طبعا معي المستشار حد متعاون جدا. زي ما قلت لحضرتك كل فتره في الاقتصاد ليها توجهاتها السياسيه. تمام. انه احنا نلاقي معالي المستشار بيقول المبادرة دي عندي تعالوا، ان احنا نطلب عرض او الناس تكتب مقترحات، ما كانش فيه اي نوع من انواع التعب. يعني ده مع الرقيب، ما هو بيطبق سياسة النهاردة، سياسة الهيئة الجديدة او الشعار الجديد في الهيئة الرقابة المالية، نبني الجسور لا الحواجز. لكن بتكلم عن الصناعة نفسها عشان تقدر تجتمع مع حضراتكم وكل يشارك في المبادرة. في البدايه كان في عقبات في السوق، كان في ناس شايفه ان الامور شخصيه شويه، شايفه ان لا الموضوع ده احنا ياما اتكلمنا كتير. شوف ببساطه، يعني خليني اقول لحضرتك حاجه، اي حاجه في اولها بتبقى صعبه جدا. تمام. داخليا لازم تبقى صعبه جدا. تمام. واي حاجه في اولها لازم تلاقي المؤيد والمعارض. لانه لما يطلع فكر بهذا المنظر من اثنين وسطاء تامين انه عايزين يطوروا صناعه بالكامل، لازم هتلاقي ده، وهتلاقي منه ما هو معلن وما هو غير معلن. ده اكيد. لكن برضو خليني اقول لحضرتك حاجه، الهيئه العامه للرقابه الماليه اول هيئه في جمهوريه مصر العربيه تقوم بمثل هذا الشيء في جمهوريه مصر العربيه. يعني ما حصلش ابدا اطلاعي الشخصي انه رقيب جاب ناس بتعمل في صناعه تعالوا قولوا ايه اقتراحاتكم. ده كان موضوع جديد، وانا اتمنى من خلال برنامج حرك ان كل الهيئات تؤكد على عمل مثل هذه المبادرات. الصعوبات يعني كانت شويه مش ظاهره قوي، لكن كان في ناس متعاونين في عند حرك في الـ في الـ في الـ في المبادره اسماء الناس كلها اتعملت. الهيئه مشكوره قالت انا هحط مقترحات الناس كما كتبت. ده دليل بانه الهيئه عشان الحوار مجتمع عليها زي ما هي جت بالظبط. ودليل ان الهيئه بتبني الجسور للتواصل مع جميع افراد الصناعه، لانه لما قعدنا مع الناس قالت في حاجات معموله، لكن طالما الناس كتبت يجب ان نحترم وجهه النظر. كويس قوي. طيب ارجع للاستاذ محمود عرابي وهسال على الاهم المقترحات كعناوين، لان مش هقدر اتناول كل المقترحات، اهم المقترحات القابله للتطبيق بشكل سريع او بشكل عاجل واحتاجها السوق.
كويس. بص حضرتك طبعا زي ما قال زميلي ايهاب ان في اتجاهات الدوله الحاليه في تغيير قوانين عشان تجابه او تتماشى مع التغيرات الاستثمار وجذب الاستثمار. في الاستثمار دايما المستثمر يجي الاجنبي في مصر يبقى بيبص على كذا حاجه، قانون الاستثمار، قانون القانون العمل، والتامين. فقانون التامين هنا عندنا لو وجدنا من الهيئه او من اتجاه الدوله ان هو يبقى فيه تغيير ولازم التامين يكون فيه تاثير على الدخل القومي، يكون له مساهم بشكل. فلقينا من الهيئه انها بتعد قانون جديد لتنظيم الصناعه في مصر، لان في عندك في قانون التامين الاجباري لوحده، قانون 10 سنوات واحد لوحده، قانون يعني في بعض القوانين مرتبطه بالقانون. في حاجات خاصه بالتامين التكافلي محتاجه تتنظم. بالظبط بالظبط. فجينا كان من اساس الحاجات اللي كانت في المقترحات واللي كانت مهمه جدا ان يبقى في قانون ينظم العمل التامين التكافلي. كويس. فده هينزل حاجه لوحده، ده كويس، يبقى ان في الفرق بين التكافلي والتجاري فهيتكتب في القانون. طلبنا يبقى في بعض الحاجات المميزات للوسطاء، بعض الحاجات المميزات تبقى لشركات الوساطه. عايزين يبقى في تصنيف للوسطاء، عقوبة ترتحب من الهيئه. في بعض من الحاجات اللي هي شركات الوساطه في التامين وعلى التامين، يعني في بعض الحاجات اللي تساعد قطاع التامين انه ينمو بشكل سريع يتواكب مع كقطاع كامل، مش قطاع واحد، كقطاع كامل. تمام. يتواكب مع التوجهات الدوله. كويس. النهارده الدوله بص على التامين نظره كويسه. النهارده حيك لو في التلفزيون او في الجرايد عامه بيتكلموا على التامين الصحي. طب ما ده عايزين ده قانون نزل لوحده، فلازم يتماشى مع قانون التامين، فلازم نغير ما يتماشى مع القوانين. صحيح. فالتامين الصحي الدوله بتبص دلوقتي على التمويل المتناهي الصغر والتامين المتناهي الصغر. طب ما احنا عايزين نغير حاجه في القانون تتماشى مع التامين المتناهي الصغر. الهيئه طلعت قرارات، لكن ايه القانون المنظم للعلاقه؟ لازم يكون في قانون. فدي من الحاجات اللي هي تعتبر هتبقى مؤثره جدا في تغيير القانون، وده ما خلانا ان احنا نعمل مبادره عشان الهيئه تسمع المقترحات. ومشكوره طبعا زي ما قال الاستاذ ايهاب، الدكتور محمد عمران، الاستاذ المشرده، يعني تبنوا الفكره، قالوا تعالوا قولوا مقترحاتكم عشان لو في حاجه نستطيع عملها في القانون تساعد بالنهوض بالصناعه فده كويس، تعالوا نسمع الاراء. وده كانت مقترحات معظمها كده. فانا شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه للصناعه. لو ارجع للاستاذ ايهاب واساله بقى سؤال برضو، الناس ممكن في السوق شايفه يا ما احنا اتكلمنا كتير، يا ما المقترحات كتير، ايه يعني الاضافه يعني في المقترحات، او ايه يعني اللي هيحصل بعد ما اتكلمنا وعرضنا؟ نطمن السوق وصناعه التامين في مصر، هو الموضوع هيقف بس عند موضوع ان انا قدمت نصوص مقترحات واتكلمت وخلاص، ولا ايه اللي هيحصل بعد كده الخطوات التنفيذيه علشان نرتقي بالصناعه ونطورها؟ هو بس خليني اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. كون انه رقيب يبادر مع مبادره معموله ويبادر، هو يقول لك لا تعالى انا هقعد انا عايز اتكلم، هو ليس مضطر لهذا اطلاقا. طبعا ده اكيد مفيش اي اضطرار ولا في اي احراج سياسي او اي احراج من اي شكل. هو مجرد ما الرقيب لقى الموضوع شكله لطيف وعجبته المقترحات، هو مهتم بالتطوير. لا ده خليني اقول لحضرتك حاجه كمان. ده هو الهيئه العامه للرقابه الماليه قالت حاجه لطيفه جدا. كان المفترض ان القانون هيتم عرضه في 1/7. تمام. لما المسؤولين في الهيئه شافوا مدى جديه وقوه المقترحات قرروا انه هنوقف شويه بعرض القانون الجديد على الحوار المجتمعي لحين الانتهاء من دراسه المقترحات. مقترحات قويه جدا، مش اللي هو انا سمعتك وخلاص، لا ده انا مهتم وهدرس اللي انت قدمته. لا لا المسؤولين بي 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 بيذكروا المقترحات كويس قوي. يوم المبادره انا كنت معجب جدا من ومذهول من معالي المستشار رضا عبد المعطي، معالي المستشار هشام رمضان. انا فوجئت بان الناس يا استاذ احمد حافظه المقترحات كلمه 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 بمعنى كلمه. ده بيبين قد ايه مهتمين، مش مجرد اوراق، مش مجرد وقت هنقضيه في الحوار وخلاص. بالظبط. يعني لما حضرتك تلاقي معالي المستشار او معالي نائب رئيس الهيئه بيرد، مفيش ورق قدامه وبيقول لك المقترح الفلاني هنعمل فيه كذا والمقترح كذا هنعمل كذا. تلاقي هشام رمضان بيرد يقول في كذا هنعمل فيه كذا. الناس عجبها الموضوع لدرجه انه من كتر قرايه المبادرات والمقترحات تم حفظها. وده من اولويات الهيئه التطوير ودعم الصناعه بشكل عام. ده عهد جديد للتطورات. انت حضرتك عندك دلوقتي شويه حاجات كتير جدا متداخله في بعضها. التامين المتناهي الصغر بدات الدوله بانها تقول يلا نعمل تامين الحياه او التامين المؤقت للمتناهين الصغر او للناس اللي على قدها. هنخش بعد كده
في التامين متناهي الثغر، وده موضوع كبير قوي محتاج حلقات وحلقات ومحتاج يعني شغل للتوعيه كمان بشكل عام، ولسه هنتكلم مع حضراتكم بالظبط. وده اللي خلى الفتره دي يجب تغيير القانون، لانه حضرتك من سنه 81 قانون 10 سنه 81 حتى تاريخه حصل جزء بسيط من التعديلات لا يؤثر باستخدامك للانترنت دلوقتي، لا يؤثر باستخدامك للتكنولوجيا، لا يؤثر مش هتلحق الوجب بتاع الدوله انك تلحقه بالقانون ده. فده فكر قيادات الهيئه. المبادره مستمره ان شاء الله، المبادره مستمره على حسب علمي باذن الله. هيحصل جديد ان شاء الله، هيحصل جديد. الناس في الهيئه بص للموضوع بجديه، الناس في الهيئه بص. طمني على الناس في السوق عامله ايه بعد عرض المبادره؟ وكلام برضو بكرر السؤال مره ثانيه، حضرتك النهارده بعد ما اتكلمنا عايزين طبعا برضو اطراف المبادره والصناعه والناس اللي شاركت بمقترحات، هنصل الى توصيات تنفيذ امتى وازاي؟ بص خليني اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الظروف الحاليه في اجتماعات كتير وفي مقابلات وفي اتفاقات، يعني منطقيا انه السيد رئيس الهيئه والسيد نائب رئيس الهيئه عندهم اولويات في الجدول بتاعهم او في مواعيدهم او في عملهم. لكن ان شاء الله من المتوقع ان الاسبوع الجاي يحصل حاجه جديده ان شاء الله. تمام. ان شاء الله من المتوقع ان احنا نكمل. طبعا زي ما حضرتك قلت كل الناس متخيله انه مجرد كلام وهنبدا ننقد وهنبدا نشوف، لكن ان شاء الله باذن الله الموضوع مستمر. ده اللي بنتمناه الحقيقه. بكل بساطه الموضوع مستمر. يمكن بس الموضوع عشان احنا في السوق المصري يمكن اتعودنا على فقط كلام دون تنفيذ، او يمكن موضوع المبادرات من الصناعه وتبقى تتواصل مع الجهات الرقابيه والجهات المعنيه ده كان امر برضو جديد، فالناس ممكن تكون مش متقبله الفكره. لكن عايزين نعرف التجارب الدوليه لتطوير الاسواق خاصه سوق التامين بنتكلم عليه النهارده، مفيش احسن من الدكتور عادل منير الامين العام للاتحاد الافرو اسيوي للتامين وعاد التامين عشان يطلعنا على التجارب الدوليه في هذا الموضوع. دكتور عادل مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور عادل منير نائب رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه السابق او الاسبق، ورئيس الهيئه المصريه للرقابه على التامين الاسبق، والان هو الامين العام للاتحاد الافرو اسيوي للتامين واعاده التامين. الاسماء دي كلها او التايتلز دي كلها او العناوين دي كلها تقول لنا يعني قد ايه خبره دكتور عادل منير، والنهارده بنتشرف حضرتك بالمداخله معانا في اموال مصريه. دكتور عادل اهلا بيك واهلا بحضرتك يا فندم. التجارب الدوليه في افريقيا واسيا للمبادرات، وده تجارب دول وتجارب قارات كمان، وهذه الصناعة وتقبلها للمبادرات والأفكار الخاصة من العاملين في القطاع مع الجهات المعنية بالتطوير والرقابة وما إلى ذلك. أشكرك على السؤال. طبعا الهيئة خبرة دولية في هذا المجال خاصة في ما يسمى تطوير الأسواق مختلفة. كل سوق من الأسواق اللي موجودة أفريقيا أسيا أوروبا هي في مرحلة تطور مختلفة عن الأخرى. طبعاً. بالرغم من أن سوق التأمين المصري قديم من قدم 150 سنة، والهيئة أنشئت أول هيئة على مستوى الدول العربية والأفريقية وأقدم من هيئات آسيوية أنشئت 1935، إلا أن إحنا في مرحلة تطور بنعتبرها بنسميها الإمرجنت الناشئة لأسباب كثيرة، وهو كان جزء منها ما أنا سميته الاحتكار الحكومي لصناعة التأمين. النهاردة من الثمانينات وحتى الآن انفتح السوق، وبالتالي أصبح هناك أطراف جديدة وقوية، بعضها عالمي وبعضها أدخل بقانون زي شركات الوساطة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالاتحاد المصري للتأمين. فأنا عايز أقول بس إن خبرة كل سوق ومرحلته تختلف على أسواق الأخرى. صحيح. من المعتاد نمطيا أن يتوجه الرقيب إلى المؤسسات المحددة قانونا بالتشاور معها في أي تطوير أو أي قوانين، فيلجأ إلى الاتحاد إذا كان هناك اتحاد شركات تأمين، أو وأيضا قد يلجأ إلى اتحادات أو جمعيات وساطة هو أصلا معترف بها. كويس. الجديد ما حدث في مصر بنعتبره جديد وتوجه رائع جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه هيسرع العجلة التطوير النمطية. تمام. كان من المعتاد سابقا أن عند إعداد أي تغيير قانوني يتوجه الرقيب إلى طلب ممثلين من شركات التأمين وأحيانا وثيق واحد يحضر الاجتماعات، وهي تسمى لجان فنية أو استشارية لدى الهيئة. تمام. واحيانا في دول ده المعتاد في مصر.
ودول اخرى كانت بتقول للاتحادات التأمين اللي هي الشركات اعملوا انتوا لجان وادوني مقترحات. الجديد ولم اراه كثيرا وهو هنسميه بقى الراي الشعبي او الراي راي الاطراف الصناعه بشكل عام كلهم يعني مش شخصيات فقط لا غير كل الاطراف. ده الجديد برافو عليك. والجديد ايضا هو انها ليست مؤسسه عميقه ثقيله هتعمل لجان وتتشاور وتقعد ده لسرعه الانجاز بقى ده لسرعه الانجاز على طول. ولكن نتيجه وجود سوشيال ميديا والشباب اللي قصادك الجميل دوت قدر يتطور ويتشاور مع جميع الاطراف. هذه تجربه جديده جدا الهيئه استوعبتها بسرعه جدا واعتقد الاتحاد المصري استوعبها بسرعه وال20,000 موظف بقطاع التامين استوعبوها ايضا وقفوا جنبها. طيب ده كلام كويس قوي. خليني بقى اطلع من المبادره باستفاده برضه وجود حضرتك معانا واسال عن رؤيه الشركات الدوليه والعالميه ومتعدده الجنسيات حول العالم لقطاع السوق المصري لقطاع التامين المصري وفرص النمو فيه لان النهارده الناس مهتمه بتطويره كمان. طبعا الشركات العالميه خاصه الخمس شركات العالميه اللي موجوده عندنا بالدول العالميه مختلفه بعضها قديم خاصه الامريكيه من السبعينات واصبحت دلوقتي اي اي سي واليانز وانا مش فاكر اسماء شركات. الحقيقه بيهتموا جدا 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 باي تطوير في السوق وخاصه انها شركات بنسميها ستراكشر يعني منظمه جدا وبتتبع قوانين بدرجه عاليه جدا وبتدرس اي تغيير في اي لائحه او قانون بهذه الدول. وانا متصور وانا عرفت كمان ان بعض المسؤولين عن شركات التامين الاجنبيه اهتموا جدا بالمبادره وبيروا ان هناك امل كبير في تحقيق في تحريك مش هنقول مياه راكده ولكنها سنه الحياه. استمرار عمليه التطوير نسميها كده استمرار عمليه التطوير لان التطوير لم يقف حتى لو كان تاخر شويه. هو ده مظبوط يا فندم. انا بشكرك جدا دكتور عادل منير استاذنا والخبير التامين الدولي. شكرا جدا دكتور عادل منير امين العام للاتحاد الافرو اسيوي للتامين واعاده التامين. الحقيقه لما بتسمع راي خبير بهذا الثقل الدولي ورقيب سابق والنهارده بينقل لنا اهتمام دولي بالمبادره لان ده بيهتم ايضا بتطوير الصناعه وقد ايه الصناعه دي جاذبه للمستثمرين حول العالم اللي مش بيحطوا فلوسهم في اي كلام وخلاص. لا انا عندي مفاجاه كمان. اتفضل يا فندم. يعني كل حضرتك بتقوله صح بس في مفاجاه كمان. اتفضل. من اول من قام بتقديم مقترحات هو الدكتور عادل منير. ده اكيد واضح جدا اهتمامه الكبير. يعني طبعا اول حد بعت ايميل احنا كنا حاطين ايميل استاذ محمود والايميل بتاعي. اول حد حط ايميل بعت مقترح كان الدكتور عادل منير فانا بشكره شكرا جزيلا على المقترح الهائل بتاعه. تمام. كمان الكلام اللي قاله على اهتمام الشركات والدول والشركات الدوليه بالمبادره نفسها يعني الناس مهتمه بالصناعه وبتراقب كل حدث فيها. استاذ محمود لازم تقول لي رايك في ما قاله دكتور عادل منير عن اهتمام الشركات الدوليه بالصناعه والمبادره اللي حضراتكم قمتوا بيها. طبعا انا بس حته كنت عايز اقولها ان حضرتك كلمت فيها ايهاب ايه راي السوق في المبادره؟ احنا عندنا لما يكون واحد عنده تعب في حاجه بيروح للدكتور فالدكتور بيكتب له علاج. تمام. مش شرط ان العلاج ده يشفيه في نفس اليوم او يأثر فيه في نفس اليوم، لازم ياخد فتره من العلاج عشان خاطر يحس بالتحسن. تمام. هو نفس الحال المبادره لما اتعملت طلعت بمقترحات، المقترحات دي بيتم دراستها، مش لازم ان انا بعدها باسبوع الاقي نتيجه. لا ده هتاخد معنا وقت ان في منها مقترحات سهله، في منها مقترحات صعبه، في منها بتدرس. تمام. اهتمام الشركات العالميه بالمبادره او بنجاح المبادره والتطوير ده شيء طبيعي ان اصلا هم عندهم سوق متطور في الدول بتاعتهم. يعني احدى الشركات الاجنبيه بدون ذكر اسامي عندها سوقها متطور وبيشتغلوا على الموبايل ابلكيشن والكلام ده شروط في مصر هو عايز يبقى التطوير ده كمان عايز التطوير في مصر لما صدق يلاقي حد بيتكلم في التطوير فمهتم هو كمان ازاي بالظبط فاهتم بالمبادره وقال لا دي مقترحات كويسه هيعرف يتعامل مع سوق واعي سوق عنده نمر الوعي التأميني واللي احنا برضو في المبادرة بنحاول ننشره للقطاع عامة وللناس في مصر. طبعا. عايزين نعمل وعي تأميني ده اسمح لنا بقى بالسؤال بس بعد ما ناخد مداخله مهمه جدا من الاستاذ احمد عارفين رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للتامين التكافلي اللي اكيد كان موجود وبيشرفنا دايما في اموال مصريه وكان متحدث اساسي لطرح مبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين. استاذ احمد مساء الخير واهلا بحضرتك مره ثانيه في اموال مصريه.
مساء الخير وبحيي حضرتك وضيوفك الكرام. اهلا بسيادتك. اهلا بسيادتك فندم. يعني مش عارف اسال سؤال صعب قوي بصراحه، يعني هو حضرتك لما تشهد على المبادره هتقول ايه؟ لا انا عايز حضرتك بقى تقول لي انطباع السوق بعد طرح المبادره وافكارها. وانا اولا عايز اقول مقدمه. اتفضل فندم. ان المبادره لما طلعت كانت بتعبر عن انه قطاع التامين قطاع كله متكامل مع بعضه. كويس. سواء كان شركات التامين، سواء كان وسطاء التامين، سواء هيئه الرقابه الماليه، سواء الاتحاد المصري للتامين. رائع فندم. وده في نفس الوقت بقول ان ده على فكره احنا بنتعامل في قطاع التامين كاسره. لما بدات المبادره من الاخ محمود والاخ باب كان كلنا تفاعلنا فيها، لاننا بنتكلم من اجل مستقبل افضل لقطاع التامين. طبعا. وده هدف كلنا بنسعى ليه، مش النهارده على فكره، احنا بنسعى ليه طول ما احنا كنا في قطاع التامين، وطول ما القطاع ده موجود، طول ما فيه من النظره دي ليه. بعد ما طرحت المبادره كان في على فكره رد فعل جميل قوي من السوق ككل ومن وسائل الاعلام ككل، بتقول انه قطاع التامين النهارده بيأسس لاشياء في المستقبل من خلالها تستطيع كل هذه المجموعات اللي كان اعلن عنها سياده المستشار رضا ان احنا هنعمل مجموعات عمل لدراسه كل مجموعه من المقترحات، بحيث ان احنا هيئه الرقابه الماليه هتاخذها في الاعتبار، سواء كانت هناك تعديلات، سواء كان هناك تشريع جديد، سواء كان هناك اجراءات بتتعمل مع الشركات. فالامر ده بعد المبادره كان رائع، وكنا كلنا على فكره في الاول كنا بنقول انه المبادره نطاقها في ما هوش كبير، ولكن بعد على فكره ما انتهى اللقاء كانت المبادره نطاقها واسع جدا، حتى بقول ان هو شمل مش السوق المصري بس، الاسواق الاخرى كمان. كويس قوي. طيب ما يخص صناعه التامين التكافلي، حضرتك من اهم خبراء صناعه التامين التكافلي في مصر، بعض العناوين المقترحات الرئيسيه بس سريعا لتطوير صناعه التامين التكافلي في مصر استاذ احمد. هو احنا صناعه التامين التكافلي في مصر على فكره بدات من فتره مش كبيره، ولكن على فكره اثبتت في السوق وزنها، وبالتالي لابد ان هي تكون كان ان لابد كلنا ناخذ في الاعتبار ان نمو هذه الصناعه بيوسع سوق التامين، لان احنا بنضيف طاقات اخرى الى الشركات. صحيح. وبنضيف عملاء اخرين من خلال التامين التكافلي. صحيح. كان المقترح ان احنا شركات التامين التكافلي النهارده يبقى ليها جزء من التشريع بتاعنا، لان شركات التامين التكافلي على فكره بتعمل بنظام مختلف شويه. نظام التامين، شركات التامين التكافلي بتعمل مركز مالي من اثنين، مركز مالي للمساهمين، مركز مالي للعملاء، حساب ايرادات ومصروفات للمساهمين، حساب ايرادات ومصروفات للعملاء. وبعدين في الاخر الارباح اللي بتحققها شركات التكافل بتوزع كل واحد له نصيبه كمساهمين للعملاء. تمام. وبالتالي لابد ان يؤخذ في الاعتبار طبيعه العمل بتاعهم او طبيعه النشاط. واحنا على فكره في السوق المصري كان لينا مبادرات بالنسبه للتامين التكافلي اخذ بيها في اسواق اخرى، على فكره احنا من خلال اللجان الشرعيه اللي موجوده عندنا قدرنا نحط ضوابط ما كانتش موجوده في اسواق اخرى وما كانتش موجوده في السوق المصري. ده يبشر بتطوير لصناعه التامين التكافلي في مصر بشكل عام مع دخول هذه المقترحات لمبادره تطوير سوق التامين بشكل عام في جمهوريه مصر العربيه. انا بشكرك جدا استاذ احمد عارفين، رئيس تنفيذي لشركه المصريه للتامين التكافلي، على وجودك معانا والمجهود الكبير اللي بيقوم بيه في دعم وتقديم المقترحات لمبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين في مصر. والكلام الجميل ده كله لما بيبقى ما بين المتخصصين بيبقى كويس، طب يصل ازاي بقى لعموم الناس والناس اللي محتاجه الخدمه دي، وانا كمان كشركه محتاج ان انا اسوق المنتج بتاعي عشان ارتقي من الحياه الاقتصاديه والمعيشيه للمواطن المصري، من اول المايكرو انشورنس اللي هو التامين متناهي الصغر الى اكبر وثيقه ممكنه. هنصل بهذا الموضوع وهذه التطورات ازاي من خلال الوعي التأميني في مصر الحقيقه اللي بيعاني من مشكله كبيره جدا. هطرح السؤال ده على مؤسسي المبادره، وانتوا في المبادره كان رايكم ايه وتطويركم لنشر الوعي عامل ازاي؟ الحقيقه انا كراجل بشتغل في الميديا بنعاني من ضعف شديد في التوعيه الخاصه بالتأمين. سؤال حريق قوي جدا ومحرج شويه، لان انا يعني زعلان على الوضع ان سوق التامين المصري يستاهل اكبر من كده، المساهمه اكبر من كده بكتير في الاقتصاد المصري بشكل عام. احنا لا، كان هدف من اهداف المبادره ان احنا نبدا نستغل الاساتذه
في التأمين في جوه القطاع، لأن احنا ندي بعض دروس توعية وتوعية تأمينية مختلفة، لأنه كل شغل أو كل مبادرات التوعية أو كل اللي طالع بالتوعية، حضرتك لما يبقى عندك بيت لازم بيت حضرتك من جوه يبقى حلو عشان تطلع للشارع يبقى حلو. فإحنا بدأنا إن احنا نقول لازم نعمل توعية، بس نعمل توعية من جوه البيت لغاية بره الأول. اللي هو إزاي؟ اللي هو إزاي؟ بعض المقترحات اللي اتقدمت من الإداريين ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة والخبراء الاستشاريين. حاسس إن أول مرة يحصل ده، الإداريين يشاركوا والوسطاء يشاركوا وخبراء المعاينة يشاركوا، حاسس بسرعة إن أول مرة. هو أول مرة يحصل فعلا في سوق التأمين في مصر. وكلمني أحد الأصدقاء في عضو منتدب لشركة مالتي ناشونال، قال لي إن ده أول مرة يحصل في العالم مبادرة بهذا الشكل. تمام. وأول مرة يحصل إنه جميع أطراف صناعة يبقوا موجودين وقاعدين جوه غرفة واحدة مغلقة يتحدثوا مع بعض. طب كويس. الناس دي حضرتك كلها اجمعت انه لازم ياخدوا دورات تدريبيه، لازم ياخدوا ثقافه تامينيه، لازم يبقى في توعيه دائما بكل ما هو جديد. خليني اقول لحضرتك مثل قلته زمان، لو احنا وقفنا عند حادثه المتحف المصري في التسعينات وما انتقلناش للمراحل الجديده اللي بتحصل، ما انتقلناش للثوره اللي بيعملها الدوله دلوقتي، مش هنكمل. يعني حضرتك ويمكن انا نسيت انوه عن ان هيئه الرقابه الماليه بتقود حمله لنشر الوعي من خلال اداره توعيه المستثمر. انا يعني النهارده في نشرات للتوعيه لسه اخرها كان صادر هذا الاسبوع بخصوص الحوادث. لا كمان لا، الهيئه نفسها بتطلع نشرات توعيه على الويب سايت بتاعها، وكان حاجه خاصه بتامين القطارات والحوادث اللي حصلت بمناسبه الحادثتين اللي حصلوا، فالهيئه كمان بتعمل ده. لكن انا كمان حزين على الصناعه اللي ما بتعملش ده. انا خليني اقول لحضرتك حاجه. اول امبارح كان في مؤتمر لمعالي رئيس الجمهوريه وكان بيتكلم عن التعليم، وبداوا يتكلموا ومعالي وزير التعليم يتكلم في انه كتب جديده وحاجات جديده. احنا عندنا فكره مثلا بنقولها من 2000 يعني نقول من فتره، بلاش نقول التاريخ عشان الناس بتتخضش. احنا ليه ما نعملش وثيقه تامين تبدا من النهارده للاطفال اللي داخلين حضانه، تنتهي عند سن التخرج، تدي اعانه زي بره للبطاله او المتعطلين على العمل. ده مشروع هايل جدا وقوي جدا. ده هيخلي الاطفال تبدا تعرف يعني ايه تامين. كويس. تعال نروح للاقتصاد. انا يعني هقول لحضرتك حاجات سريعه صغيره جدا. تمام. معالي وزيره الاستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والمشرع قاموا بتحسين وتطوير شكل قانون الاستثمار الجديد. من شركات استثماريه وشركات فرديه و و و. تمام. طيب انت حضرتك دلوقتي مستثمر جاي من دولة سين، لقيت قانون حلو جدا عملها الدولة المصرية وامتيازات هائلة جدا عملها الدولة المصرية، لو حضرتك مش حاسس ان وراك غطى حد يأمنك او حد يأمن حضرتك او حد يعوض لك شيء بشكل لا او يعني يواكب نفس التطور في قانون الاستثمار، تفتكر حضرتك هتيجي البلد دي تستثمر فيها؟ هو لازم انا احافظ على فلوسي وامنها بالظبط. فاللي بتعمله الهيئه العامه للرقابه الماليه من وعي استثماري او وعي المستثمر عن التامين قوي جدا، ولكن احنا محتاجين نزود الوتيره ومحتاجين نزود الشكل بتاع الدعايه او التسويق بشكل اعلى. طيب انا هرجع للاستاذ محمود وراجل واسال سؤال مهم قوي، هو مين اللي محتاج يسوق لنفسه؟ مش الشركات برضو؟ برضو هرجع لخطوه. الاستاذ ايهاب كان بيتكلم احنا عايزين نعمل وثيقه. جميل قوي حضرتك عايز تعمل وثيقه، ما قدمتش وثيقه ليه بالمنتج ده؟ يعني شايف ان السوق فيه منتجات كتير قوي محتاجها، انا كصانع للمنتج ده ليه ما قدمتش؟ وانتوا كمان كوسطاء تامين وناس ليكوا باع كبير جدا في مهنه وسط التامين، لما شفت السوق في حاجه الى منتج يتفسر بشكل معين، فين دور حضراتكم في هذا الامر؟ هرجع برضو حته خطوه لورا. يا استاذ ايهاب وحضرتك قلتها، الوعي التاميني. احنا عندنا الوعي التاميني، انت حضرتك لما بتروح تشتري بدله لو لقيت فيها فتله بتقول لا ما عايز بدله غيرها. طيب. بيشتري وثيقه تامين ما بيقراهاش. بنرجع يعيب على شركات التامين او على من مقدم الوثيقه له. طيب. المفروض ان حضرتك ده يعتبر اصل من اصولك.
المفروض تقرا الوثيقه فيها ايه عشان تعرف حقك، عشان تعرف حقك. انت زمانك للاسف ان اللي بيشتري وثيقه تامين عايز يخلص اجراءاته بس، لحسن بيحصل مشكله تيجي يتعامل ويلاقي الشروط. بس انا خليه بقى اقول كل يوم برضه على الوثيقه اللي قدمها لك. لو انا مثلا ما اهتمتش، ما انت برضه من العرض الجيد انك تقول لي خد بالك ده على 1 2 3 عشان لا قدر الله حصل مشكله ما يقولش ده الراجل ضحك عليا، صح ده الشركه ضحكت عليا او كذا. يعني حضرتك صح، يعني بنرجع نقول ايه، في من الزملاء الوسطاء في بعض من الناس اللي عندهم معلومات وبعض من عندهم معلومات قليله، مش هنقول ان هم لا، في بناء عنده معلومات كويسه جيده وعنده اسلوب شرح جيد للوثيقه وتقديم الـ 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 العناصر الموجوده في الوثيقه دي للعميل بطريقه جيده. طبعا. فالعميل بيعرف حقوقه ايه وما عليه وما عليه. نرجع نقول ان في الوثائق دايما في حاجه اسمها شروط صريحه وشروط ضمنيه، ودي الشفافيه اللي الهيئه بتدرسها دلوقتي وبتقوم عليها، ان يكون الشروط الضمنيه تكون شروط صريحه عشان اقدر اقراها واقدر استوعبها، ما يبقاش الكلام يحمل معنيين. وده اللي دور الهيئه دلوقتي تقوم بيه، ان بتدرس الوثائق من اول وجديد. لا عايزين الاول الصياغه، الصياغه ضبط الصياغه اوكي انا مع حضرتك عشان يكون في شفافيه، لكن برضه هي مصطلحات ماليه وتامينيه قد يصعب على المواطن. ده دور الوسيط يا فندم، دور الوسيط المفروض يكون يعني يوصلها بشفافيه وبصراحه. ده لا ده حضرتك لو حضرتك بتدور على وسيط، لكن للاسف في ناس في مصر فاهمه ان دور الوسيط ده لا ده هياخد مني فلوس، ده هيكلفني اكتر. لا دور الوسيط يا فندم مش هيقدمها خدمه، هيقدمها خدمه حمايه. حضرتك لما بتتعب بتروح للدكتور، قلت الدكتور هيكلفك ولا رحت له ايه؟ رحت للمحامي، رحت للمحامي ليه؟ عشان المحامي هيكلف حضرتك ولا بيحل لك مشاكلك؟ هو ادرى من حضرتك في الاجراءات، فلازم حضرتك تروح لوسيط التامين عشان خاطر يعرفك حقوقك فين. طبعًا. في ناس تقول لك انا عايز اروح اشتغل مع شركه مباشر، في ناس يقول لك انا عايز وسيط تامين عايش. هو واضح ان في نوع من فقد الثقه، مش عايز اقول انعدام الثقه، فقدان الثقه. هو موجود، انا اسف معلش. ومن ضمن المقترحات اللي اتقدمت من وسيط تامين كان طلب بانه الوسيط يقسم الى فئات. والله الصناعه هتدرس الكلام ده والمقترحات في الاخر يعني هيحصل لجان نوعيه زي ما اشرته في المبادره ويتم دراستها. لكن سؤال اختم بيه الحلقه مع حضراتكم، ايه راي حضراتكم في اي راي كان ايجابي او سلبي في هذه المبادره ممن لم يحضر المناقشات؟ يعني انا حضرت المناقشه، الجلسه امتدت اكتر من 3 ساعات وتم انهائها، مش انتهت لان المناقشات لم تنتهي حتى هذه اللحظه. بالزبط. راي حضرتك ايه بصراحه وبكل امانه للي بيقول رايه سواء ايجابي او سلبي في اللي ما حضرش اصلا وما شافش الواقع؟ هو حضرتك الراي ده تعمل حواليه 100 علامه تعجب. صحيح. حضرتك ما حضرتش ومعترض؟ يعني انا مش فاهم طب ازاي؟ لان الحقيقه يعني هذا المجهود الكبير الحقيقه واحتضان الهيئه لهذه المبادره بيؤكد قد ايه اهميه الافكار المطروحه عشان تنميه هذه الصناعه المهمه جدا، فمش من حق حد ينتقد وهو قاعد في بيته او في مكتبه. استاذ احمد معلش يا استاذ ايهاب، ده يدل على نجاح المبادره، لان حضرتك زي ما بيقولوا الشجره المثمره هم تتحدث بالطوب. احنا عايزينها تنجح اكتر يكون كمان تطلع بتوصيات يتم طرحها في المقترحات الجديده للتعديل الجديد او التشريع الجديد لقانون واحد للتامين زي ما هي. بص هي مش توصيات قد ما هي مقترحات، لان التوصيات دي انا نهيت المبادره، المبادره لم تنتهي، المبادره قائمه وشغاله. انا اقصد في النهايه، انا اقصد في النهايه في منتج اللي هو تعديل تشريعي او ايا كان لو احتياجات السوق. بالظبط كده، ونشوف الحاجات اللي السوق محتاجها ايه ونبتدي نطبقها للمستهلك النهائي ونقول له ان التامين حلو. لا اثق في التامين، في ثقه في وسيط التامين، اختار وثيقه في الصناعه كامله. الصناعه كامله، الرقيب بيعمل ايه ويحمي فلوسك ازاي؟ بالزبط. الشركات بتحافظ على فلوسك ازاي؟ الخدمه دي مهمه لحياتك ازاي؟ بالظبط كده. هو احنا عايزين التامين يبقى الناس حاسه بيه انه ده شيء مهم في حياتنا اليوميه. تمام. خليني بس اختم حاجه بعد اذن حضرتك. رجاء اي حد ما حضرش مبادره، ما حضرش اجتماع، ما حضرش حاجه، يفهم المضمون، يعرف المغزى، وبعد كده يقول رايه. بعد كده يقول رايه. هذا الوقت وهذه الحقبه من الـ من الـ من الظروف الاقتصاديه تحتاج البناء وليس الهدم. البناء وليس الهدم. طب طب انا بشكرك جدا الاستاذ محمود عرابي موجوده معانا النهارده، والاستاذ ايهاب خضر مؤسس المبادره ومشاركين مهمين جدا في مبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين. استاذ محمود عرابي واستاذ ايهاب خضر مش هم اصحاب المبادره كاشخاص، هم ممثلي للمبادره وهم بيهدفوا لتنميه الصناعه مش للاشخاص ايا كان هم مين على الاطلاق. ده مستقبل صناعه تهدف الى المساهمه الاكبر بشكل فعال وبشكل افضل في الناتج القومي لجمهوريه مصر العربيه. ده هدفنا وهدف برنامجنا لنشر الوعي والثقافه الماليه، والنهارده كنا بنتكلم عن نشر الوعي والثقافه التامينيه بشكل مخصص. خلصت حلقتنا وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله نلتقي على خير في حلقه جديده من اموال مصريه يوم الثلاثاء القادم في حلقه جديده الساعه 5 مساء على شاشه LTC. نشوفكم على الف خير، الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه وبركاته.